السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص النموذج رقم 4، يعني فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصوا مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا مرحبا بالجميع ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، ورحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا هنايا في هذا الفرض عندي 4 ديال الأنشطة، نشاطين باللغة الفرنسية ونشاط نشاطين باللغه العربيه. دابا نبداو بالنشاط الاول اللي عليه 3 ديال النقط، اللي هو اون فرونسي جو كومبليت لي فراز افيك سو كي كونفيان. دونك هاد لي فراز هادو غادي نكملهم بهاد الكلمات اللي عندي هنا: ديناموميتر، بالانس، بوا، ماس، ميلانج، شانجمون ديتا. ديناموميتر هو واحد الجهاز او جهاز الديناموميتر الذي يقيس وزن الجسم، بالانس هو الميزان، بوا هو الوزن، لاماس اللي هي الكتله، ميلانج خليط، شانجمون ديتا ستادير تغير الحاله الفيزيائيه للماده. صافي. دونك لا d'un corps et sa qualité de matière tandis que son est la force exercée par la terre sur ce corps. Qualité de matière, c'est-à-dire كمية المادة ولا نوعية المادة. إذن كمية المادة كنتكلموا على الكتلة. دونك لا ماس، دونك لا ماس نكتبوا لا ماس، هي مشات لينا لا ماس. لا ماس دان كور اي سا كاليتي دو ماتيير طوندي كو سون اي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور، القوه التي تطبق من طرف الارض على هذا الجسم. شنو هي القوه التي تطبق على الارض من طرف الجسم؟ هي قوته الجاذبيه، يعني قوته الوزن، وزن الجسم. اي سون بوا، Et son poids est la force exercée par la terre sur ce corps. La masse est mesurée par une. Et donc, la coutle est au cas où Donc, par une balance. مشات لي بالانس، مشات بوا. اي لانتنسيتي دو بوا اي ميزوري بار، والشده ديال الوزن تحسب او لا تقاس بايش؟ بالديناموميتر. داكوغ، بار ان دينامو، ديناموميتر. صافي، ديناموميتر. مزيان. دونك لا ماس اي ميزوري بار اون بالانس اي لانتنسيتي دو بوا اي ميزوري بار ان ديناموميتر. صافي. لا ماس دان كور نو فاريي با ابخي او بيان نو فاريي با ابخي ان كوا. دونك الكتله ديال واحد الجسم ما كتغيرش من بعد ماذا؟ بعد واحد التغير ديال الحاله الفيزيائيه، شونجمون ديتا، بار ان ابخي ان شونجمون ديتا، شونجمون ديتا. La masse, donc à Dimchès, la masse totale des constituants d'un ne variait pas après avoir été mélangée. الكتلة الإجمالية ديال بعض المكونات ديال واحد الخليط ما كتغيرش من بعد الخلط ديالها. دونك ديال واحد الخليط دان ميلونج، صافي، دان ميلونج، دان ميلونج. سي بيان. جو ريبيت لا ليكتور. La masse d'un corps est sa qualité de matière, tandis que son poids est la force exercée par la terre sur ce corps. La masse est mesurée par une balance et l'intensité du poids est mesurée par un dynamomètre. La masse d'un corps ne varie pas après un changement d'état. La masse totale des constituants d'un mélange ne varie pas après avoir été mélangé. دونك ندوزو مانتونون لنشاط رقم 2، كتبو معايا. النشاط 2 متعلق بالوحدة الرابعة. إذا نعتبر الشكل جانبه رسم لأعضاء توالد فأر. إذا هاد الشكل كيبين لي رسم لأعضاء توالد واحد الفأر. صافي. إذا السؤال الأول، هل هي أعضاء تناسلية أنثوية أم ذكرية؟ إذا واش هي أعضاء تناسلية أنثوية، يعني ديال الأنثى ولا ديال الذكر؟ إذا هنايا أعضاء تناسلية مالها؟ ذكرية. ذكرية لماذا؟ إذا ما هي المميزات أو لا هي الملاحظات اللي ممكن انطلاقا منها أنني استنتج بأن هذه الأعضاء أعضاء تناسلية ذكرية؟ إذا أول شيء هو هذا الرمز، هذا الرمز هذا هو رمز الذكر. إذا وجود، لماذا؟ لأنه أو لا لوجود رمز الذكر. أوكي، بوجود رمز الذكر، لأن الرمز ديال الأنثى هو هذا العكس. إذا هنايا هذا الرمز ديال الذكر وهذا الرمز ديال الأنثى، وبالتالي هذه أعضاء تناسلية ذكرية لوجود رمز الذكر. السؤال الموالي، أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا عندي 3 ديال الكلمات وعندي 3 ديال الفراغات، 1 2 3. إذا 1، واش هي قناة منوية، خصية أو لقضيب؟ إذا هي خصية. صافي، خصية.
عندي هاد الفأر أو الذكر عنده جوج ديال الخصيات، خصيتين صافي مزيان. رقم اثنان ماذا تمثل؟ إذا خصية طارس، إذا رقم اثنان يمثل قناة معنوية، قناة معنوية. هذه القناة المنوية عبرها يمر السائل المنوي، صافي. إذا قناة منوية هي هذه. ثم هنا عندي قضيب، قضيب صافي، قضيب. سؤال الموالي، أعطي عنوانا مناسبا للرسم. شنو هو العنوان المناسب لهذا الرسم؟ إذا العنوان المناسب، إذا نديرو أعضاء تناسلية أو أعضاء الجهاز التناسلي، تناسلية ذكرية. إذا أعضاء تناسلية ذكرية للفأر. صافي، كنتكلموا على الحيوانات الولودة. بالنسبة للسؤال الأخير، أذكر دور العنصر رقم واحد. العنصر رقم واحد هي الخصية. إذا الدور ديال الخصية شنو هي؟ إذا العنصر واحد الخصية، الخصية. إذا الدور ديال الخصية هو إنتاج ماذا؟ هو إنتاج الحيوانات، حيوانات المنوية. إذا عبر الخصية أو الخصيتين يتم إنتاج ماذا؟ الحيوانات المنوية التي تنتقل عبر القناة المنوية، مفهوم؟ إذا الخصية دورها إنتاج الحيوانات المنوية بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى عندها المبيض الذي ينتج البويضات. دوزو النشاط الثالث اللي هو أون فرونسي. جيكخي أون فراز كوريكت أون أوتيليزون لي مو سويفون: لا فيكونداسيون، سبيرماتوزويد، لونيون، لوفول، إي دان، إي دان. دونك هنا عندي واحد الجملة مخربقة، غادي نحاول نرتبها صافي. دونك لا فيكونداسيون اللي هي الإخصاب، ثم عندي سبيرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنوية، لونيون اللي هي اتحاد، لوفول اللي هي البويضة، اي سي لو فيرب، دان اي دان و و. اذا نبداو باي اول حاجة هي لا فيكونداسيون، الإخصاب. لا فيكونداسيون اقريناها في الدرس، لا فيكونداسيون أو لا الإخصاب، وهو التقاء ماذا؟ التقاء الحيوان المنوي أو الاتحاد حيوان منوي مع البويضة، صافي. دونك لا فيكونداسيون اي لو فيرب، لا فيكونداسيون اي لونيون، هي واحد الاتحاد، لونيون ديالاش. دونك هي مشات هادي، مشات هادي، مشات هاد لونيون، لونيون دان، دان كوا؟ دان نوفول، دان نوفول ديال واحد البويضة، دان نوفول، اي دان. إذن هذه مشات، إذن سبيرماتوزويد، سبيرماتوزويد صافي، سبيرماتوزويد. دونك لا فيكونداسيون هي الاتحاد ديال واحد البويضة مع الحيوان المنوي، صافي. ندوزو للنشاط الرابع والأخير، وهو نشاط المطلوب هو الإجابة بصحيح أو خطأ. أجب بصحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة سأكتب خطأ. لأن العبارة الأولى يتطلب توالد الحيوانات تواجد كل من الذكر والأنثى. نعم، إذا باش توالد لنا الحيوانات خصنا يكون عندنا الذكر والأنثى، ضرورة وجود الذكر والأنثى لحدوث التوالد عند الحيوانات. إذا صحيح، نعم. ندوزو العبارة الثانية، ينمو الكتكوت في رحم أمه الدجاجة. إذا ينمو الكتكوت، الكتكوت ما كينموش داخل رحم أمه بل داخل البيضة، وبالتالي هنا عبارة خاطئة. الذي ينمو داخل رحم أمه وهو العجل الصغير، صافي. تنتج الخصية الحيوانات المنوية. إذا حنايا شفنا الفوق شنو هو الدور ديال العنصر رقم واحد اللي كان هو الخصية، الخصية كتنتج لنا الحيوانات المنوية. إذا صحيح. العبارة الأخيرة، تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. إذا التحول ديال واحد البويضة باش تولي لنا بيضة ما كتحتاجش حيوان منوي. هنا هي عبارة خاطئة، لأنه ضروري خصنا التقاء ديال البويضة بحيوان منوي باش يعطيونا بيضة. إذا وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبة المستمرة، نموذج رقم 4 ديال مادة النشاط العلمي. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. زيدوا دعموا القناة بالبارتاج مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش توصل أكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات، ويستافدوا أكبر عدد من التلميذات والتلاميذ إن شاء الله المغاربة. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.